هنا بتتوالى فقراتنا في صباح اون تايم، ووصلنا مع حضراتكم لفقره اون فاير نيوز. نبدا اخبارنا مع اخبار النادي الاهلي، وكلام كتير جدا عن تشكيل النادي الاهلي المتوقع امام فريق سان داونز. ولكن لو بصينا على المعطيات اللي موجوده عندنا في اخر مباراه هنلاقي تالق بشكل كبير لقائمه النادي الاهلي كلها، يعني كل لاعب بيشارك بالفعل عنده تحمل المسؤوليه. فاعتقد ان اي 11 لاعب هيبدا مباراه النهارده امام سان داونز عندهم رغبه، وهي الحصول على الثلاث نقاط. ولكن لو بصينا على المتوقع من طبعا المدلولات او المعطيات اللي عندنا في اخر مباراه النادي الاهلي، هنلاقي ان اكيد مركز حراسه المرمى مع عودة محمد الشناوي بيحجز مكانة أساسية، خط الدفاع أكيد، قلبي الدفاع اللي بيتألقوا ياسر إبراهيم اللي تألق في كأس العالم للأندية هيحجز مكان أساسي، محمد عبد المنعم أيضا بعد عودته وبعد تعافيه من الإصابة قد يعود للمشاركة، وإن كان رامي ربيع أيضا متواجد ويعني عنده استعداد كبير لخوض هذا اللقاء. علي معلول في الجانب الأيسر كأحد أبرز الأسماء اللي موجودة في هجوم ودفاع النادي الأهلي، أيضا محمد هاني واحد من الأسماء اللي بتتألق في كأس العالم للأندية وصاحب الهدف الافتتاحي لمشوار النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. خط الوسط صاحب العروض يعني الدبابة البشرية نجم المنتخب المالي أليو ديانج وعمرو السولية أكيد، محمد مجدي أفشة بيحجزوا مكانة أساسية في وسط النادي الأهلي على أن يحل كل من أحمد عبد القادر ومحمد شريف وبيرسي تاو كمهاجمين أو أطراف على هجوم النادي الأهلي. أكيد مهمة صعبة على النادي الأهلي النهاردة في مواجهة واحد من الفرق اللي يعني بدأ أن يكون فيه منافسة بشكل كبير جدا أمام النادي الأهلي في السنوات الماضية، ولكن زي ما احنا استعرضنا تفوق بشكل كبير جدا لنادي الأهلي في المواجهات المنافسة لفريق سان داونز، تاريخ كمان كبير للنادي الأهلي يعني باحتلاله صدارة الأندية الإفريقية بالحصول على 10 ألقاب مقابل لقب وحيد لفريق سان داونز. كل التمنيات الطيبة للاعبي وجماهير النادي الأهلي بالفوز في مباراة اليوم بإذن الله لاحتلال صدارة المجموعة، مع أفضلية كمان مباراة مؤجلة للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.